أعلنت كوريا الشمالية عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ استراتيجي جديد بعيد المدى من طراز كروز، وهو الأمر الذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه يمثل تهديداً لجيرانها. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها تتابع التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن واشنطن تنسق مع الحلفاء بشأن تداعيات هذه التجارب. وأكد البنتاغون أن هذه التجارب تعكس إصرار بيونغ يانغ على مواصلة تطوير برامجها العسكرية التي تشكل تهديداً للمجتمع الدولي. تخطى نادي الكويت نظيره الساحل بهدف نظيف ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم ليودع الساحل البطولة. وسجل هدف الكويت الوحيد في المباراة التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام ديودوني مابوكاني في الدقيقة 77 ليواجه الكويت نظيره خيطان في الدور المقبل.